أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع العزائم التي هي ورق مكتوب عليها بالزعفران، والمكتوب هو قرآن كآية الكرسي والفاتحة وغيرها؟ هذا يأتي إن شاء الله، هذا سيأتي إن شاء الله، وهذا جائز لا بأس به. الكتابة من القرآن تشرب أو لا بأس بها، أما أنها تعلق هذه تسمى تميمة، هذه تسمى تميمة عزيمة، التعليق لا يجوز لا من القرآن ولا من غيره. أما القراءة على المريض مباشرة أو القراءة له في ماء أو كتابة آيات يشربها، كل هذا جائز لأنه من الرقية، من الرقية الجائزة. نعم.